بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله صفة الحج ودخول مكة، وساق فيه حديث جابر الطويل. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا الحليفة فوجدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستكفيني بثوب وأحلمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب المصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فعمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقى الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فرحمد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صفت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بأميرة فنزل بها، حتى إذا زالت الشمس أمر بالمصواء فرحلت له، فأتى بطر الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته المصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قديما، حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مولك رحله، ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخلها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى صلى الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخلف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. هذا الحديث الشريف حديث جابر هو أصل عظيم من الأحاديث التي اشتملت على وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الحاج قرأ هذا الحديث وفهمه وعمل بما فيه لكفاه في إدراك المقصود وحصول المطلوب من الحج على نحو ما كان عليه حجه صلى الله عليه وسلم، فقد قال: خذوا عني مناسككم. وهذا بيان لمناسكه ولأعماله ولما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وانفرد به عن البخاري، وقد رواه من حديث حاتم ابن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب عن محمد بن علي بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه. وفيه قال جابر:
يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج فخرج، قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذا الحليفة، أي خرج أهل المدينة ومن جاء يريد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره وحجه حتى أتى ذا الحليفة. وذا الحليفة واد في طريق مكة تكثر في هذه الشجرة التي تسمى حلفاء تصغيرها حليفة، فسمي الوادي بهذا الاسم. فولدت أسماء بنت عميس وكانت زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وهي من الصحابيات الجليلات، كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب فمات فتزوجها أبو بكر، فلما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها علي بن أبي طالب، فكانت زوجة لجعفر ثم لأبي بكر ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. قال اغتسلي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال تهيئا للإحرام، وأمرها بأن تستثفر بثوب، والاستثفار هو أن تضع على موضع خروج الدم ثوبا يمنع انتشار الدم وتأذيها به. قوله وأحرمي أي وادخلي في الإحرام، فقوله أحرمي أي ادخلي في الإحرام، فالإحرام هو الدخول في الحرام وهو النسك. قال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي في مكان صلاة في ذو الحليفة، ولم يكن ثمة مسجد مبني، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. القصواء اسم راحلته التي كان يركبها، اسم ناقته، والقصواء في اللغة تطلق على الدابة التي قطع إذنها. قال محمد بن إبراهيم التيمي لم تكن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطعت، إنما اشتهرت بهذا الاسم وسميت بالجدعاء، وهذا الاسم لا صلة له بالفعل الذي يجري عليه العرب من قطع الأذن. قال رضي الله تعالى عنه حتى إذا استوت به على البيت، نعم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، والمقصود بالصلاة هنا صلاة الظهر، ثم ركب القصواء أي ركب راحلته ناقته حتى استوت به على البيداء، أي حتى ارتفعت وعلت به على مكان مرتفع يسمى البيداء. أهل بالتوحيد أي لبى بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأفاد جابر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية كانت بعد ركوبه دابته وعلوه على البيداء المكان المرتفع الذي بقرب وادي الذي بقرب ذي الحليفة. وصلى رسول قال حتى إذا أتينا البيت، أي أنه استلم صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم استمر في تلبيته حتى إذا أتينا البيت، والبيت المقصود به الكعبة، فإنه إذا أطلق عند العرب البيت أريد به الكعبة المشرفة. استلم الركن، والمقصود بالركن الركن الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود. استلم الركن أي الحجر الذي فيه الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو مبدأ الطواف. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رمل ثلاثا أي أسرع السير، فالرمل هو إسراع السير، حث السير مع مقاربة الخطى، فالرمل إسراع السير مع مقاربة الخطى. قال رضي الله تعالى عنه فرمل ثلاثا أي أسرع في مشيه ثلاثا، ومشى أربعا أي وسار بقية الأشواط السبعة، أشواط الطواف، على حالته دون إسراع. ثم أتى مقام إبراهيم، أي بعد فراغه من الطواف، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه لبناء الكعبة، وهذا الحجر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ملتصقا بالكعبة وليس في مكانه المعاصر، وإنما أخره أن السيل جرف، فلما وجدوه أرجع أخره عمر ليوسع الناس مطافهم رضي الله تعالى عنه.
قال فرمل قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى امتثالا لأمر الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والصلاة هنا صلاة الركعتين اللتين تكونا بعد الطواف. ثم رجع إلى الركن أي رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه أي استلمه بيده صلوات الله وسلامه عليه. فالاستلام هو وضع اليد أو التقبيل لهذا الحجر. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، وهذا يدل على أن ثمة بابا كان يدخل منه إلى المطاف ويفصل بين المطاف والصفا. ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا، الصفا جبل صغير في أصل جبل كبير، الجبل الكبير هو جبل أبي قبيس، وصفا والصفا جبل صغير في أصله، وهو الذي سعت بينه وبين ما يقابله من جبل وهو المروة أم إسماعيل هاجر عليها السلام. فلما دنا من الصفا قرأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقراءة هذه الآية سنة إذا أقبل الإنسان على الصفا، إذا خرج من المطاف متجها إلى الصفا ليطوف فإنه يسن له أن يقرأ هذه تذكيرا له بما شرع الله تعالى له، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف توجه إلى المقام وقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا فائدته أن يستشعر المسلم أنه في هذا الفعل يمتثل ما أمر الله تعالى به ويأتسي بما شرعه الله تعالى له، فيقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أي من علامات دينه التي أمر بتعظيمها وشرع الطواف فيها. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني يسن أن يقول الساعي عند بداية سعيه أبدأ بما بدأ الله به، والذي بدأ الله تعالى به هو الصفا حيث قال إن الصفا والمروة، فالبداءة من الصفا. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيه من الصفا فرقي الصفا، رقي يعني على الصفا. وما مقدار العلو؟ مقدار العلو على الصفا هو القدر الذي يرى فيه البيت، وليس المقصود أن يعلو إلى أعلاه، إنما إلى قدر يستطيع من خلاله رؤية البيت. فرقي الصفا حتى رأى البيت، هذا قدر الارتفاع الذي يرتفعه من رقي على الصفا. فاستقبل القبلة أي استقبل البيت لما رآه، فوحد الله وكبره، قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هكذا يقول إذا على الصفا. كيف يفعل ذلك؟ يرفع يديه على صفة الداعي. وأما ما يفعله بعض الناس من الإشارة إلى الكعبة لا أصل له في فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما يرفع يديه على الصفا على هيئة الداعي ويكبر ثلاثا ويقول بعد ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء، وهذا من مواطن إجابة الدعاء في قول جماعة من أهل العلم. ثم يعود ويكبر ويهلل على نحو ما تقدم، ثم إذا فرغ دعا، ثم يعود يكبر ويهلل ثم ينصرف. هذا ما جاء في السنة في الذكر الذي يكون على الصفا. بعد ذلك إذا فرغ من هذا الذكر الذي فيه تكبير وتهليل ودعاء، ثم تكبير وتهليل ودعاء، ثم تكبير وتهليل، ينصرف ينزل إلى جهة المروة. ولذلك قال ثم نزل إلى المروة أي إلى جهتها حتى انصبت قدماه. والمروة أيضا جبل صغير في مقابل جبل الصفا، وهو في أصل جبل كبير يسمى قعيقعان، وهما الأخشبان اللذان قال فيهما الملك للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبل ابن أبي قبيس، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان اللذان في أصلهما الصفا والمروة. قال
حتى انصبت قدمه في بطن الوادي، لأن بين هذين الجبلين وادي، الجبلان بينهما وادي وهو مجرى السيل. فلما انصبت رجلاه في بطن الوادي أسرع صلى الله عليه وسلم، سعى حتى إذا صعدا. الآن الوادي، الآن الصفا ما يرى فيه الإنسان هذا، قد يرى الصفا المسعى لا يرى فيه هذا، يرى فيه الصفا ويرى المسعى على نحو واحد مستوي، ليس فيه نزول وارتفاع، وإنما موضع الوادي حدد بعلامات خضراء موجودة من زمن قديم، وهي محدودة بإنارة خضراء في زماننا هذا. فإذا جاء إلى هذه البقعة وهي بطن الوادي في الأصل سن له السعي. قال: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا، سعى أي شد في سيره، حتى إذا صعدتا أي قدماه مشى إلى المروة، أي مشى مشيا دون إسراع إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. ما الذي فعله على الصفا؟ كبر وهلل ودعا، فكذلك على المروة يستقبل القبلة ويكبر ويهلل ويدعو، ثم يكبر ويهلل ويدعو، ثم يكبر ويهلل وينزل إلى جهة الصفا. هذا على وجه الكمال، لكن لو اقتصر على التكبير والتهليل أو على الدعاء، لو اقتصر أو لم يقل شيئا من ذلك، فالأمر في هذا واسع، لأن هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعله خير وحسن. فلما كان يوم التروية، الآن بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرته، تم ففرغ من طوافه وسعيه، وقف على الصفا كما في بعض الروايات، وقال لأصحابه ما قال من أمره بالتحلل، لكن من أمره إياهم بالتحلل، لكن جابر اختصر هذا وانتقل إلى ماذا يكون يوم التروية. أيام الحج ستة، أولها يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يوم عرفة وهو التاسع، ثم يوم النحر وهو العاشر، ثم يوم القر وهو الحادي عشر، ثم يوم النفر الأول وهو الثاني عشر، ثم يوم النفر الثاني وهو يوم الثالث عشر. هذه أيام الحج ستة أيام على وجه الكمال، والمتعجل خمسة أيام، أولها يوم التروية وهو يوم الثامن. قال: فلما كان يوم التروية، يعني لما جاء يوم التروية وهو يوم الثامن، توجهوا إلى ميناء. من الذين توجهوا؟ أصحابه رضي الله تعالى عنهم، هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. لعلنا نجعل هذا تتمة هذا المقطع، لأنه لن يتسع الوقت، غدا فجرا إن شاء الله تعالى، غدا في صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر وكذلك بعد العصر، نستكمل الحديث عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي من الأحاديث في كتاب بلوغ المرام. نستمع إلى ما جاء من أسئلة.